الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بالخير والبركه من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهجنه العربيه الاصيله في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيف امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تتواصل انطلاقات هذا المهرجان في هذا اليوم الخاصه لسن اللقايه لشعارات أبناء القبائل ضمن الأشواط العامة، ينطلق على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء شوطنا التاسع، وهو شوط خاص للأبكار. وجائزة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي اكس بانتظار الفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى عاشر المراكز. نبدأ مع المركز الأول ونتابع أمجاد من تبحث عن المجد والناموس في هذا الشوط للسيد علي بن سالم بن علي آل بريص المري، ولكن يتدخل شعار بن بعيران القادم مع دنوك في المركز الأول، عبيد بن محسن بن راشد المري، بينما المركز الثالث وصل شعار محمد بن حمد بن صالح بشريدة العذبه المري من خلال تواجد صدمه في ثالث المراكز. المركز الرابع الشهانيه للسيد محمد بن حمد بن راشد العذبه المري ينطلق في المركز الرابع، بينما خامس المراكز في ختام ميدان الاول هذه الذهبيه على خامس المراكز لخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين يحتل المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء لنيدان الاول عبر قناه الريان المتابعه لكم احداث وانطلاقات هذا المهرجان الكبير، حيث نشهد هذه المنافسه المميزه على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا المساء التي حملت اشواط الرموز واشواط الفضه وأشواط التحدي على أرضية ميدان التحدي. نعود إلى الصدارة إلى أدنوك. أدنوك تنطلق على أول المراكز، العبيد بن محسن بن راشد المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني أمجاد في ثاني المراكز لعلي بن سالم بن علي البريص المري يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت الشهانية للسيد محمد بن حمد بن راشد العذبه المري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع يتدخل شعار بالسيقان القادم مع الكايده في رابع المراكز للسيد صالح بن علي بن حسين بالسيقان المري، بينما المركز الخامس وصل شعار بن قطامي مع مياسه في خامس المراكز محمد بن مسعود بن هادي الفيده المري على مستوى خامس المراكز. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء لمراكزنا الخمسه الاولى، اوعدكم هناك اسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الاذاعه، اسماء كبيره اسماء قويه في عالم رياضه سباقات الهجن. نعود الى الصداره، نعود مع هذا التحدي ونتابع الاثاره. المركز الاول ادنوك للسيد عبيد بن محسن بن راشد المري على اول المراكز، بينما امجاد في المركز الثاني للسيد علي بن سالم بن علي البريص المري، بينما المركز الثالث وصلت الكايدة لصالح بن علي بن حسين بالسيقان المري يحتل المركز الثالث من خلال تواجد الكايدة في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع أرر الهجوم المكثف من قبل الشهانية لمحمد بن راشد العذبه المري على مستوى رابع المراكز، بينما المركز الخامس تعزيز بشريده القادم مع صدمه محمد بن محمد بن صالح بشريده العذبه المري، ولكن شعار البريدي بدا يتدخل شعار البريدي مع شخصيه نواف بن هادي بن حمد البريدي المري، شعار شديده وشعار اسماء قويه شاركت في هذا التحدي، ولكن نعود إلى الصدارة. أدنوك على المركز الأول تبحث عن السيارة، تبحث عن الناموس المميز في ميدان التحدي في هذا المهرجان الكبير. يا سلام يا أدنوك. أدنوك على أول المراكز للسيد عبيد بن محسن بن راشد المري، بينما المركز الثاني وصلت أمجاد بشعار علي بن سالم بن علي البريص المري مع ثاني المراكز وثالث التحديات الكايدة
الكايدة وتحمل الرقم 3 الكايدة لصالح بن علي بن حسين أبو السيقال المري. ونتابع المركز الرابع، الدخول القوي في هذه اللحظات من قبل الشهانية لحمد بن راشد العذبة المري، وشعار شديدة القادم في خامس المراكز مع شخصية نواب بن هادي بن حمد البريد المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. الله يا هذه الأسماء المميزة، أسماء مميزة في هذا التحدي. نعود إلى أدنك على الصدارة، أدنك لا زالت مسيطرة ومحافظة على هذا المركز، المركز الأول. الله يا أدنك على المركز الأول، عبيد بن محسن بن راشد بن بعيران المري على أول المراكز، ولكن وصلت أمجاد. الله يا أمجاد، علي بن سالم بن علي البريص المري على ثاني المراكز. المركز الثالث، وصلت شخصية نواب بن هادي بن حمد البريد المري القادم مع شخصية في ثالث المراكز، بينما شعار بشريدة مع صدمة في رابع المراكز. محمد بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري، ولكن شعار النجوم، شعار بن جبران مع الشايبة الشبابية عفوا، سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري بدأ ينطلق في خامس المراكز ويغير من مركز إلى مركز وفي طريقه لانتزاع المركز الأول. الله يا هذا التحدي، ولكن وصلت في هذه اللحظات. نتابع القادمة، نتابع المنطلقة مشاهدين الأعزاء اللي تسلل مباشرة إلى ثاني المراكز. الشعار الأحمر نتابع. الله المركز الثاني، وصلت في هذا التحدي الذيبة منصور بن محمد بن عيسى القادم مع ثاني المراكز، ولكن نعود إلى الصدارة. الله الذيبة على الصدارة، الذيبة 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 على المركز الأول للسيد منصور بن محمد بن عيسى الشعيبي على أول المراكز. المركز الثاني، وصلت شخصية بشعار نواب بن هادي بن حمد البريد المري، شعار شديدة في الأمتار الشدة. الله الله الله، هذه شخصية مشاهدي الأعزاء تفرض شخصيتها في هذا الشوط المثير. تنطلق شخصية بشعار نواب بن هادي بن حمد البريد المري، يا سلام يا البريدي، مع شخصية على الصدارة، شخصية على المركز الأول. الله يا شخصية تنتزع هذا الناموس المميز بشعار نواب بن هادي بن حمد البريد المري، راعي شديدة، ناموس يا البريدي، الناموس يا البريدي على هذا الإنجاز المستحق. تهانينا لمنصور بن عبد الهادي البريد المري على فوز شخصية بالمركز الأول واختطاف هذا الناموس المميز المركز الثاني. أتت فيها الذيبة لمنصور بن محمد بن عيسى الشعيبي، بينما المركز الثالث كان الوصول من قبل أمجاد لعلي بن سالم بن علي البريص المري، بينما رابع المراكز ارتياد لسالم بن جابر بن سعد النابت المري، وخامس المراكز جاءت في مشاهدي الأعزاء في محمد بن علي بن سالم الحوسني. والتوقيت إذن مشاهدي الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك شخصية، تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لمالك شخصية لنواف بن هادي بن حمد البريد المري على هذا الفوز الجميل. كما نتابع شعار شديدة، شعار شديدة الإنجازات التي حضرت في هذا التحدي الجميل، وهنا أيضا شخصية بشعار البريدي نواب بن هادي بن حمد البريد المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت الزمني 7:41 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس يا البريدي على هذا الفوز المميز مع شخصية، بينما أتت الذيبة لمنصور بن محمد بن عيسى الشعيبي. والتوقيت الزمني 7:42 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، أتت فيها أمجاد لعلي بن سالم بن علي البريص المري، والتوقيت الزمني 7:42:29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.